قال أصيح ذي الفرار والرضا، فقلت ما أمراني أحلاهما مر. الواقع اللي رحنا كنعيشه في هذا الملف هو واقع مر بكل ما تحمل الكلمة من معنى. استطاع أن يقول أنه بدأ اليأس يتسرب ليس فقط لنا كدفاع كان أزر هذه المشتكيات والمطالبات بالحق المدني، ولكن بدأ اليأس مع الأسف الشديد يمتد إلى الجميع. تأخير أنا في نظري لا مبرر له، بل أكثر من ذلك مع كامل احترامات القرار ديال المحكمة اللي فيه نقاش، لأنه ليس قرآن منزل ولا مقدس، اللي فيه نقاش أن القاضي بإجراء خبرة، هذه الخبرة يشوفوا شحال من مدة دابا هذه وهي كتأخر، وربما لسببها عدم استحضار الخبرة تأخر الملف، وسيتأخر لعدة مرات كما تأخر بشأن الدفعات الشكلية والدفعات الأولية ومجموعة من الدفعات التي لا أساس لها من الصحة والتي لا تأثير لها فيما يتعلق بالقضية ولا بالملف. وكنا منذ الفترة الأولى ومنذ الوهلة الأولى قلنا بأن هذه الدفعات الغرض منها هو تمطيط هذه المسطرة، هو التأخير الذي لا مبنى ولا معنى له. كذلك الشأن بالنسبة للخبرة، لأنك هناك جهات عندها المصلحة ديالها والرغبة ديالها فأنه هذا الملف ما يتمش البت فيه، وعندها المصلحة باش هذا الملف يبدأ يتوخر ضدا على القانون وضدا على المصلحة ديال الأطراف وضدا على مصلحة المشتكيات. كنتمنى أنه ينزل واحد شوية واحد البصيص من الأمل وينزل ويستحضر جميع المتدخلين، يستحضروا الجانب القانوني والجانب الواقعي والأخلاق ديال المهنة ونزيدوا بهذا الملف للأمام. وكنعتقد أنه حتى واحد ما عنده المصلحة فأن هذا الملف ما غتكونش عنده واحد النهاية أو تكون عنده واحد النهاية مأساوية بهذه التأخيرات اللي مع الأسف ديالها النتائج الواضحة ديالها هو انسحاب وعدم حضور واحد المجموعة ديال الزملاء، وأنا من جملة الزملاء اللي ما بقيتش كنحضر لأنه لم يعد هناك معنى وجدوى ومعنى بمعنى للحضور وللدفاع عن هذا الملف. ولكن هذا لا يعني أننا غادي نتنازلوا ولا غادي نسحبوا، ولكن فقط هي رسالة للمحكمة الموقرة لما كتشوف بأنه الدفاع ما بقاش كيحضر تفهم، وانا كنتمنى منها انها تفهم بانه هناك ياس كيتسرب للدفاع بالخصوص ديال المطالبات بالحق المدني. كنتمنى مزيدا من الحزم والمحكمه تحترم بطبيعه الحال تسعى الى تطبيق القانون بكل حذافيره، وشكرا لكم.